لا توكلنا على الله. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين. نهار جديد، وصفة جديدة معكم، نشارك معكم الغديوة ديالي ديال اليوم. دابا اي حاجة ولينا كنديروها كنقتسموها معكم. نتمنى من الله يوفقنا ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. بغيت نشارك معكم واحد اللحيمة في الكوكوط مدغمرة بالطريقة ديالي انا. المهم كل واحدة وطريقتها وكثرت يعني، كل واحدة عندها الطريقة الخاصة ديالها. الطرق كتار ولكن كل واحدة واللمسة ديالها. انا كنديرها في الكوكوط، كتجي مدغمرة. المهم بنينة، ما نقول لكم حتى حاجة، ان شاء الله مني غادي تجربوها غادي تقولوا لي هذا الشيء واش كاين ولا ما كاينش. في طنجرة عندي القياس ديال اللحم، نتوما على جهدكم واللي غادي يكفيكم. انا درت هنا قياس كيلو ديال اللحيمه، غادي نزيد عليها واحد، عندي هنا جوج بصيلات مشلوضين. بسم الله على بركه الله. البصيلات كبار طبعا ماشي صغيرين. غادي نزيدو قياسنا ديال المليحه. المهم انا ديما كندير الملحه بيديا، كنعرف العبار غير بيديا، بالمعلقه ما نعرفوش. غادي نزيد واحد شويه، المهم قياس معلقه صغيره ديال القزبر، حبوب مطحون. معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، عندي واحد 4 معلقة نقص البزار، كيكون مشيت شوية، حاول ما امكن نقصو منه 4 معلقة ديال البزار. واحد العويد ديال القرفه، ها هو كما كتشوفوا. عندي الزيت، عينكم ميزانكم. الزيت البلديه غادي ندير حتى الجهد 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلديه. انا البنات الطريقه اللي غادي نشارك معكم اللي كندير انا دابا من بعد ما درت هاد اللحيمه مع هاد التوابل، شنو كندير ليها؟ كنقفل عليها في الكوكوط مباشره. انتما كتشوفوا كنقفل عليها في الكوكوط، كان بما كتصفر ما كندير حتى نقطه ديال الماء. بما كتصفر كنخليها واحد 8 دقائق هكاك صفرات. من بعد ما صفرت 8 دقائق وهي كتطيب وكنطفي عليها. انا غادي نخليها 8 دقائق، حسبوا نتوما مني تصفر ليكم خليوها 8 دقائق. هذيك الماء ديال البصله كطيب غير في ديك الماء ديال البصله وكتقلى. من بعد 8 دقائق غادي نحلو عليها وغادي نشوفوها كيفاش رجعات. بقاو معايا. ها انا دابا البنات من بعد ما دازت 8 دقائق، ملي كتصفر ليا الكوكوط كنحسب 8 دقائق. ها نتوما كتشوفوا علاش كندير هكا، باش كتجيني المرقه مدمره، يعني ما قليتهاش، قفلت عليها الكوكوط وخليتها 8 دقائق. وها نتوما كتشوفوا انا ما درتش الماء اصلا. ها نتوما انا يبان لكم هادشي، غير داك البصله هي اللي طلقت الماء ديالها، ما درتش انا الماء. بغيت نوريكم هاد الطريقه. انا كنديرها دائما باش ما كنقليش اللحم، ولكن المرقه كتجي مدغمره. كنحرك بهاد الطريقه، ديك البصيله راه ما كتبقاش كتبقاش شاده. بعد ما كندير لها الطريقه كتذوب ديك البصيله وكتغمر ليا المرقه. ها نتوما دابا هاني ما انا ما درتش المرقه،
غادي نخليها طيب ليا غير في هذا الماء هذا اللي عندي. غادي نقفل على الكوكوت ديالي، المهم حتى يطيب ليا اللحم ديالي. سا ديبون ساعة، نص ساعة، ساعة لا رو كلها. وهنا انا ديجا درت شوية ديال الزبيب كيترق ليا في الماء، ودرت شوية ديال اللوز غادي نديروه على البوطة بما طلعت الغلية باش نفسخه ونقليه، وتكون طابت ليا يعني الكوكوط اللحم يكون طاب ان شاء الله، وندوز باش نكمل معاكم التتيمة. يلا بقاو معايا ما تمشيو فين. دازت 35 دقيقة على الكوكوط، دابا غادي نحلوها ونشوفو داك اللحم واش طابت. هي اللحم ديالنا مغيقة مع اللحم ديالنا قريبة طيب، يعني غادي نلوح عليها دابا هاد العناصر الاخرى اللي بقات ليا. هاد الزبيب انا ديجا فزكته في الماء، ها هو بسم الله، وانا ما درت حتى نقطه ديال الماء البنات في الاخر كما كتشوفوا، راني ما دايرهش الماء كاع نهائيا. كاين كتجي واحد المريقة مع الملكة وخاطرة، ما نعاود لكمش عليها. واش شنو نقول بنت، بعد ما لحت هاد الزبيب دابا غادي نزيدو واحد شوية ديال السنيدة باش كيتحمر لينا ديك. بغيتو ديرو العسل نتوما ديروها. كافي هاد جوج معلقات، عندي هنا اللوز ديجا هو كيتحمر ليا، انا درتو في الزيت بعدا هو كيتحمر، كنت كيبان ليكم مش مزيان. ها هو هنايا، هنا غادي نزيد القرفة، القرفة فوق ديك السنيدة غادي نزيد القريفة غبرة. قيس نص معلقة صغيرة. دابا غادي نشد على الكوكوط ديالي البنات واحد جهد هكاك 10 دقائق، حيت اللحم راه يعني ما بقاش ليه بزاف، واحد 10 دقائق بما تحمر ليا هاد اللويزات ديالي. نتمنى يكون كيبان ليكم اللويزات، انا درتهم في الزيت باردة وكيتحمروا ليا، ونكملوا ان شاء الله باش تشوفوا معايا الطبق. هانتوما البنات ها المريق كيفاش كنحصل عليه، شوف كتكون مدغمرة، المهم كتجي غزالة. انا نحطها في البريسل ونحاول نشوفو البنات. هذه المريقة ديالنا بعد ما طابت، وهاد اللحمة ديالنا كتجي بنينة بهاد الطريقة. المهم الى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بلي لايك وبالاشتراكات ديالكم، وشكرا لكم.